فعلا تلك المنطقة ملغمة التي وقع فيها الحادث؟ أبدا أبدا، هذه المنطقة ليست ملغمة، وهذه الطريق تسلكها العديد من السيارات وليست ملغمة ومعروفة، وطريق معروفة مستعملة. الطريق الملغام إلى جانب حزام الدفاعي ولا تبعد عن الحزام الدفاعي بكيلومتر واحد، يعني لا تصل حتى قريبة جدا، لأنهم يحرسون الألغام، يعني الحزام الدفاعي يحرس حتى لا تنزع الألغام، إذن قريب منهم وبعيد، وهذه على بعد أكثر من 70 كيلومتر، إذن بعيدة ولا علاقة لها لا بالحزام الدفاعي ولا بالألغام، وهي طريق معروفة ممر. أستاذ عبد القادر، قضية الطريق يعني يسلكه الجزائريون للمرور نحو نواقشط هكذا، يعني طريق معروفة لدى التجار؟ تماما، هذه الطريق معروفة وقريبة جدا، لأن الطريق هي قريبة جدا من الحدود الموريتانية من الحدود، ولكن تلك الطريق فيها صعوبات، فيها رمال بالنسبة للشاحنات، يعني ليست معبدة كما ذكرت، يصعب عليهم المرور منها، وينحرفون قليلا ثم يعودون إلى الطريق الأخرى، وذاك الانحراف يقع في الأراضي الصحراوية قريب من الحدود الموريتانية، هو ليس في الأراضي الموريتانية، في الأراضي الصحراوية، ولكنه قريبا منها فقط لتجنب صعوبة الطريق لأنها غير معبدة، وهي شاحنات كبرى معروفة واضحة، ليست عسكرية، والطريق ليست طريق العسكرية، الطرق العسكرية تبقى بعيدا من ذلك، والآليات كذلك وطبيعتها.